السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نبارطاجي معكم اكاديميه شيبو ديال كره القدم اللي كاينه في مهديه في قنيطره، وما فيهاش غير كره القدم، فيها حتى دي سال دي سبور بالنسبه للعيالات اللي بغاو يترينيو، والبنيتات اللي بغاو يديروا الجيمناستيك ايروبيك، فيها حتى بيسين بالنسبه اللي باغي يسجل وليداتو اللي ما كيعرفوش وليداتو يعوموا في البحر. كاين واحد البيسين خاص بالوليدات الصغار، وكاين كافي، كاين تيرانات، كاين واحد ديال العشب الصناعي وواحد ديال العشب الطبيعي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا المرافق اللي كاينه فيه. Thank you.
بالأخص مين في القصة؟